الله يبارك في حضرتك. ومشاهدينا احنا وصلنا معاكم لتقرير الخير اللي معانا النهارده، وزي ما بنقول دايما لازم يبقى الخير ومساعده الناس مش مرتبط بموسم، ولكن يكون معانا طول السنه ونمد ايدينا باللي نقدر نساعد بيه. اي مساعدات بسيطه نقدر نفرح بيها المحتاج، وان شاء الله يكون في ميزان حسناتنا جميعا. هنشوف دلوقتي تقريرنا مع مؤسسه دنيا جديده ومساعده اسره فقيره، وطبعا ارقام المؤسسه هتنزل معانا على الشاشه للي حابب ان هو يشارك ويكون ليه نصيب في الخير معانا النهارده. نشوف مع بعض التقرير. انا اسمي نور عبد الفضيل احمد الجندي، معايا عيالين كنت بطلع اشتغل عليهم في الاول، دلوقتي ما بقدرش اطلع شغل خالص. وغير علاجي انا بتعالج من الكبد، وعندي العمود الفقري في الاولى والثانيه متاكلين، عندي 4 غضاريف فيهم. بدور على حاجه ان هي تدخل لي مصدر رزق ليا، عشان جوزي سايبني ليه دلوقتي 5 سنين سايبني، مفيش مصدر رزق ليا، يعني عاوزه حاجه اشتغل عليها وانا قاعده، عشان ما بقدرش اشيل ولا احط حاجه، الكبد عندي على طول بيكون كسلان. بنت عمتي قاعده معاها اللي هي حماتي، ومعايا اختي اللي هي تعبانه نفسيا، بتقعد يومين معانا، بنبص الساعة 4 تلاقيها يعني طلعت لوحدها كده اهو، وقعدت في الشارع وراح رد علينا تاني. عاوزين نعالجها بس مش عارفة برضو ان انا اعالجها، عشان انا في ايديا مش في ايديا مصدر رزق ليها ان انا اعالجها. وقاعدة هنا اهوت، قاعدة في الأوضة ديت، يعني قاعدة انا وعيالي وبنت عمتي. كنت طالباها برضو ان هي تبص على السقف وتبص على البتاع، عندنا السلم هنا بيقع ومش عارفين نعمل له اي حاجة. هنا الشتا يعني تبص على السقفين تلاقي المية نازلة علينا في الشتا. بفضل اسلف من دي واسلف من دي واسلف من دي، في ناس ولود حلال عاوزه حاجه مصدر رزق تخش ليا، يعني انا بعرف اشتغل على مكنه، طالبه مكنتين سنجر ومكنه اوفر، هحطهم هنا اهو، هشيل الكنبه دي هحطهم هنا اهو، وهنام جوه مع بنت عمتي على اساس ان حاجه تدخل لي مصدر رزق. ما عنديش تلفزيون وعندي ثلاجه هنا اهو، عاوزه السلم يتوضب حضرتك، كان الفجر اول امبارح كان البيت بيقع من تحت، هتنزل الاوضه اللي تحت هتلاقي ميه وتلاقي طوب واقع كتير، السلم مش عارفين نعمله. ابني من قيمه شهرين وقع عليه رجله اتكسرت خالص، مش عارفين نعمل فيه اي حاجه خالص.